كان ماتش الحمد لله زوين وفرحانين ربحنا اول مره الكاميرون وسيدوغ جات المغرب وما عرف ما يدير معنا ونتمناو ان شاء الله نزيدوا القدام وعلاش لا نديو كوب دافريك ان شاء الله. مشيت قطعت وقلت لهم ان شاء الله غادي نحيدوا العقده ديال الكاميرون وحيدناها وتمئوا الفوز ربحنا بزوج زيرو وان شاء الله القدام غادي يكون احسن ان شاء الله. اول انتصار في التاريخ ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب ديما مبروك علينا اول انتصار ضد الكاميرون. حنا فرحانين بهذا الانتصار اول انتصار في التاريخ ديما مغرب المغرب ديما مغرب ديما مغرب المغرب حي النحس ديال الكاميرون ديما ماروك ديما ماروك ديما مغرب. كاينين اللاعب اللي غادي مبروك علينا ديما مغرب حنا تي راه عارفين بان راه غادي كاين اللاعب اللي غادي يربحهم والحمد لله تحقق لنا داكشي مازال اللي فيه العقد غنحيدوها ما كاين هذا المدرب حتى كاين مستوى ونتمنى لهم التوفيق. فرحانين بزاف هذه الفرحه اخاي بهذه الغلبه اخاي جوج نصيروا اول مره في التاريخ حنا جينا من تطوان فرحه كبيره اخاي الحمد لله وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب الحمد لله ربحنا ب 2-0 ما عمرنا ربحنا الكاميرون الناس كلها فرحانه الحمد لله الحمد لله ولا بيان غاني الحمد لله فين باهوك فين باهوك مغرب فيليستاسيون المغرب جي الماتش تبارك الله واعر ربحوا 2-0 تبارك الله عليهم. تحيه للناس اسفي جينا من اسفي على السوينك 2-0 كنا عارفين النتيجه قبل الماتش تقمصنا عناء السفر من مدينه اسفي على السوينك والدري هو اللي ضوى علينا الحمد لله احنا دابا فرحانين بالفيكتوار الحمد لله على السوينك ان شاء الله. مبروك لهذه النتيجه هذه وحقيقه المغاربه يستحقوها لانه لعبوا في مستوى عالي وان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله باذن الله. الحمد لله اليوم ربحناها وكنا نستحقوا هذا الفوز وهذا التأهل وان شاء الله الموجو على المغرب لقب كأس افريقيا ان شاء الله. 10 عام ما ربحناش ولكن اليوم فرحانين بزاف ما غايجينيش النعاس اليوم. ناس الشاول ديما المغرب حكيم زياخ ديما المغرب ان شاء الله 2019 ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.